امتلاكك لأي صفة لا يعني أبداً استخدامك لها. بالتحليل بالفراسة قد نقول أن هذا فلان عينه مخادعة، أو لديه صفة المراوغة، أو لديه صفة الاحتيال والدهاء، أو من الصفات. هل يعني أنه يستخدمها أبداً؟ لا، هي موجودة من أصل الشخصية ونتيجة أمور طبية، نتيجة الغدد، نتيجة أمور كثيرة، لكنه قد لا يستخدمها أو يستخدمها في نطاق ضيق، كشخص اشترى سيارة أو سلاح أو بيت، ولو سألت ليش أنت شاريها يقولك مثلا لبعدين أو في وقت الحاجة أو عدة أسباب هو قاعد يقولها. لكن لو سألنا من له هذه السيارة، من له هذا الجوال؟ لفلان. إذا أنت تمتلكه، إذا أنت تمتلك صفة المراوغة، أنت تمتلك مثلا صفة الاستفزاز، هل شرط أنك تستخدمها؟ لا، الذي يحكم ذلك المظلة الفكرية، إيش أنت معتقد فيه أو أنت إيش متربي عليه، أو بقدر ما لديك من دين أخلاق ومبادئ. فامتلاك الصفة ووجودها لديك لا يعني ولا يشترط أنك تستخدمها، واستخدامك لها سلبا أو إيجابا راجع إلى المظلة الفكرية التي أنت تعتقد بها. تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا عبر سناب شات، إنستغرام، واتساب.